السلام عليكم. الفيلة لا تنسى أبدا، إن ذكر الأفيال أسطورية ولسبب وجيه. من بين جميع الثدييات البرية تمتلك الأفيال أكبر الأدمغة، ولديها القدرة على تذكر الحوادث البعيدة لها والأفيال الأخرى التي واجهوها والبشر التي واجهوها حتى بعد مرور سنوات عديدة. تنقل الأفيال ثروتها من المعرفة من جيل إلى جيل من خلال الأم، وقد كان تبادل المعلومات هذا مفيدا لبقاء المخلوقات، كما أنهم قادرون على تذكر المسار إلى مصادر الغذاء والماء عبر مسافات بعيدة وكيفية الوصول إلى مناطق بديلة إذا دعت الحاجة. والأكثر إثارة للإعجاب أنهم يضبطون جدولهم للوصول في الوقت المناسب للفاكهة التي يسعون إلى نضجها. يمكنهم التمييز بين اللغات. تظهر الأفيال فهما عميقا للتواصل البشري. قام الباحثون في كينيا بتشغيل أصوات المتحدثين من مجموعتين مختلفتين، واحدة تتغذى على الأفيال والأخرى لا تفعل ذلك. عندما سمعت الأفيال أصوات المجموعة التي كانوا يخشونها، كان من المرجح أن يتصرفوا بشكل دفاعي من خلال التجمع معا بإحكام وشم الهواء للتحقيق. والأكثر من ذلك، وجد الباحثون أن الأفيال استجابت أيضا بكثافة أقل لأصوات الإناث والذكور الأصغر سنا، وأصبحت أكثر انفعالا عند سماع أصوات الذكور البالغين. يمكنهم السماع من خلال أقدامهم. تتمتع الأفيال بإحساس كبير بالسمع والقدرة على إرسال الأصوات عبر مسافات طويلة. يصدرون مجموعة متنوعة من الأصوات، بما في ذلك الشخير والزئير والبكاء والنباح، لكنهم متخصصون أيضا في قرقرة التردد المنخفض وقادرون على التقاط الأصوات بطريقة غير عادية. وجدت عالمة الأحياء في جامعة ستانفورد أن الأصوات ذات التردد المنخفض ودوس أقدام الأفيال يتردد صداها بتردد يمكن أن ترصده الأفيال الأخرى عبر الأرض. تسمح عظام الأذن المتضخمة والنهايات العصبية الحساسة في أقدامها وجذوعها الأفيال لالتقاط هذه الرسائل تحت الصوتية. تساعد القدرة على اكتشاف مثل هذه الاهتزازات الزلزالية الأفيال أيضا على البقاء على قيد الحياة. عندما يدوس فيل مضطرب، فإنهم لا يقومون فقط بتحذير أولئك الموجودين في المنطقة المجاورة، بل ربما يحذرون أيضا الأفيال الأخرى على بعد أميال. وعندما يقرع الفيل مكالمة، يمكن أن تكون مخصصة لأفراد الأسرة البعيدين عن الأنظار. يمكن أن يعانون من اضطراب ما بعد الصدمة. كيف هذا؟ نحن نعلم أن الأفيال أرواح حساسة تربطها روابط قوية بأفراد أسرتها، وتحتاج إلى الراحة وذاكرة طويلة. لذلك لا ينبغي أن يكون مفاجئا أن الأفيال التي عانت من مأساة مثل مشاهدة أحد أفراد الأسرة يقتل على يد الصيادين لديها أعراض اضطراب ما بعد الصدمة. تظهر على الأفيال التي تم إطلاقها من المواقف المؤذية أعراض اضطراب ما بعد الصدمة بعد فترة طويلة من العثور على الأمان في الملاذ. تؤثر هذه التجارب المؤلمة أيضا سلبا على التعلم. عندما يقتل أفراد انتقائيون في ذبح أو على يد الصيادين، تفقد الأفيال الصغيرة المعلومات الاجتماعية الحيوية التي كان يمكن أن يتناقلها البالغون. الأفيال تكرم موتاهم. تم توثيق حساسية الأفيال الوفيرة جيدا، لكن طبيعتها الواعية ملحوظة بشكل خاص في الاهتمام الذي يعبرون عنه تجاه الموت. حتى بين الحيوانات غير ذات الصلة، تظهر الأفيال اهتماما بفحص الحيوان المتوفي ولمسه وشم رائحته. لاحظ الباحثون أن الأفيال تقوم بزيارات متكررة وتحاول مساعدة الحيوانات التي تموت وتطلب المساعدة. يستخدمون الأوساخ كواقي من الشمس. يستخ هناك سبب وجيه يجعل الأفيال تحب اللعب في التراب. على الرغم من أن جلد الفيلة يبدو قاسيا، إلا أن جلدها حساس يمكن أن يصاب بحروق الشمس. لمواجهة أشعة الشمس الضارة، تقوم الأفيال برمي الرمال على نفسها. الأفيال البالغة ستغمر الصغار أيضا بالغبار. عند الخروج من النهر،
غالبا ما ترمي الأفيال الطين أو الطين على نفسها كطبقة حماية نقطة ضمون الأوساخ كواقي من الشمس. والسلام عليكم.